السلام عليكم. واحدة من المتابعينا كنت عاوزين نوريها الحاجات الأورجانيك، فاحنا هنروح نوريكم الحاجات الأورجانيك. هي كنت عاوزاها في محل كوسكو وهول فودز، بس مؤقتا احنا هنوريكي الحاجة اللي هنا، وبعد كده نبقى نوريكي برضو اللي انتي طالباه، المعين يعني اللي انتي عاوزاها. فدوت كل الحاجات الطبيعية، وبعد كده من أول هنا الحاجات الأورجانيك أهو، مكتوب إن هي أورجانيك. هو من أول هنا يبدأ من بعض اليافطة ديت. فبصوا، في جزر أورجانيك، معناه إن هي حاجات مزروعة من غير كيماويات ومن غير الحاجات اللي بتخلي الأكل مش حلو للصحة بتاعتك. فدوت جزر، دوت 5 باون، دوت 5 باون ب7 دولار، اللي هو حوالي 2 كيلو وربع. وفي اللي هو الصغير، في منه ملون، دوت الملون في منه بنفسجي وابيض واصفر والوانات كتير اهو، باين كده احسن. دوت الاثنين ب3، الكيسين ب3 دولار. وفي اللي هو الطبيعي او العادي البرتقاني، بس دوت ب134، هو ب170، بس هم عندهم كوبون بيخليه 134 تخفيض يعني. ودوت ارمامي، انا مش فاكره اسمه بالعربي ايه هو، بس افتكر الصويا، الفول الصويا افتكر، صوي بينز مش عارفة. دوت ب4 دولار اهو. وعندهم الفلفل، دوت فلفل بيقولوا لي سويت بابر، ميني سويت بابر. هو مش حار، هو مش مشطشط يعني، هو عامل زي الفلفل الرومي بس صغير. دوت ب6 دولار. دوت انا عاوزة اوريكم الفرق في الاسعار. دوت بيتباع بحوالي دولار او 2 في المحلات اللي هو مش اورجانيك، فعاوزة اوريكم الفرق في الاسعار. ودوت يعتبر نفس السعر برضو ب150 اللي هو المش اورجانيك، ودوت برضو يعتبر بنفس السعر ب150 او ب170 في الحدود ديت. الاتنين ب3، نفس الاسعار برضو في المحل او في اللي هو المش اورجانيك، مش في محلات تانية المش اورجانيك. وعندهم خيار من هو بتاعنا، عشان في خيار امريكاني بيبقى ادخل من كده. دوت الخيار بتاعنا اورجانيك ب4، دوت 1 دوت باون. دوت المش اورجانيك بيبقى ساعات ب70 قرش الباون، وساعات بيبقى الاتنين باون بدولار، ففي الحدود ديت، فأرخص من ده بكتير بس برضو مش حلو للصحة. وعندهم اللي هو حاجة اسمها sugar snap peas، اللي هو الفاصوليا افتكر، او بسلة، البسلة مش الفاصوليا. دوت ب4 دولار، 10 اونس ب4 دولار. دوت المتلج بيبقى بدولار الكيس. ودوت اللي هو الفاصوليا بقى، بسلة فاصوليا، أنا مش عارفة الفرق، واحدة بسلة واحدة فاصوليا، دي فاصوليا أفتكر، ديت ب3 دولار. برضو المتلج بيبقى بدولار. وعندهم الجزر اللي هو الحتة صحيحة على بعض، 5 باون ب3 دولار و80 قرش، اللي هو يعتبر غالي برضو. ده ال5 باون، بس مفيش من بين ال5 باون، أفتكر هو ده اللي هو الكيس الأكبر. لا ده برضو مش هو ده، 2 باون، بس هما حاطين السعر بتاعه بس هو مش موجود. الكيس الصغير ده ب1.5 دولار، يعتبر سعره معقول. والاتنين باون ب2 دولار، فيعتبر أرخص من الباون. وفي بقى السيلري دوت ب3 دولار، بيبقى في كيس أكبر من كده بكتير بدولار، أو ساعات بيبقى ب2 دولار. فدوت برضو يعني الفرق في الأسعار بوريهالكو. ودوت الخس ب3.5، الخصاية بتبقى محطوطة بدولار المش أورجانيك، بس عشان عاوزين تعرفوا يعني فرق في الأسعار وكده أنا بقولها لكم. وفي الفلفل الرومي، ألوانات كتير، أحمر، أخضر، أصفر، برتقاني، كل الألوانات دي أهي. والأخضر ب1.5 دولار الواحدة، والباقي كلهم ب2 دولار. دول ساعات بيبقوا ال3 بدولار وال2 بدولار المش أورجانيك. ودوت الكوسة الصفرة الباون ب180، وفي الكوسة الخضراء الباون برضو ب180. دوت برضو في المحلات المكسيكانية بيبقى ال2 باون بدولار. وفي خيار اللي هو الامريكاني اللي بقولكوا عليه، اللي هو اللي بيبقى تخين وقصير دوت، او اطول من العربي، بالواحده ب129. دوت برضو ساعات لما بيبقى على سيل بيبقى ب5 دولار، بس هو في حدود الواحده بدولار او الاثنين بدولار، في الحدود دي. فدوت ب129. والانجليش ب3 دولار الواحده، هي دي اللي بتبقى ملفوفه في البلاستيك دي اهي، ديت حاطينها ب3، ودي برضو في الحدود بتبقى بدولار في الحدود ديت. وفي الكولي فلاور اللي هي اسمها ايه، الكولي فلاور الارنبيت الابيض صح، ده ارنبيت، ارنبيت الباون ب2 دولار، برضو دي غالية، بتتباع الواحدة بدولار، ما بتتباعش بالباون. والخس دوت
ب 2 دولار الواحدة، برضو بتتباع بحوالي، الأورجانيك؟ الأورجانيك؟ يا ما انا بقول لهم الاسعار العادية والاسعار بتاعت الاورجانيك دوت ب 2 دولار، برضو ساعات بتبقى الاتنين بدولار او الواحدة بدولار في الاوقات العادية. وفي الاحمر ب 150 الباون، في حاجات بالباون في حاجات بالواحدة. وفي الكرومب ب 99 قرش برضو الباون. وبصوا على الخيار ده شكله حلو، ازي الجزم ده دوت برضو الملون الواحدة بدولار، يعني الكبشة كلها على بعض ب 2 دولار، ازي مش بدولار، الكبشة كلها على بعض ديت ب 2 دولار. وفي البصل الأخضر بتاع الرنجة وبتاع التونة والحاجات دي ب 129، هو يعتبر أغلى شوية مش قوي، ساعات بيبقى ب 70 قرش 80 قرش في الهدوء دي، ودوت سبانخ ب 2.5، ده يعتبر أغلى عن المش أورجانيك بكتير. وسبانخ كمان. وفي الخرشوف، اسمه خرشوف أفتكر صح، ب 5 دولار الواحدة، هو في الأوقات العادية بيبقى ب 2 دولار الواحدة المش أورجانيك. وفي الكزبرة، وكزبرة والتانية اسمها ايه نسيت اسمها، بس الكزبرة وأختها ب 150 الواحدة، دي برضو بيبقوا حاطينها 3 بدولار والاتنين بدولار، وهي برضو. وفي السلري اللي أنا بقولكوا عليه، هو الهول بيبقى أطول، ده حاطينه ب 2.5، بس برضو ده بيبقى بحوالي ب 2 أو ب 1.5 دولار، ما بيبقى رخيص. وفي دوت البروكلي ده ب 2 دولار الباون، معرفش ده بكام بصراحة عشان أنا عمري ما اشتريته. وفي مش عارفة ايه هو ده، انيس انايس انايس مش عارفة ايه هو ده بصراحة، بس ده شكله لو تعرفوا هو ايه، دوت ب 4 دولار الباون. وفي الخس اللي هو دوت الكابوتشا، بتقول عليه في مصر كابوتشا افتكر، ب 2 دولار الواحدة. وفي ال ده اسمه ايه، انا نسيت اسمه بس اكيد انتوا عارفينه، البتاع الاحمر بيتاكل مع السمك دوت ب 2 دولار الواحدة. وفي داندلاين جرينز، ده شكله زي الجرجير بس انا مش عارفه هو جرجير ولا لا، ده مش اسم الجرجير، ودوت ب 3.5 الرابطة. وفي ايه كمان هنا، في الليفت بس لونه ذهبي اسمه جولد بيتس ب 2 دولار برضو الرابطة، والرابطة تعتبر صغيرة فيها التلاتة بس، التلاتة دول هي دي الرابطة. هو ده جرجير، شكله زي الجرجير بس مش مكتوب عليه اسم الجرجير. وفي دوت اسمه ايه ده الليفت، اسمه ايه ده، بنجر، البنجر برضو ب 2 دولار. وفي العادي اللي هو لونه العادي دوت، الجزر العادي برضو ب 2 دولار. وفي ليكس اللي هو البصل الأخضر بس بيبقى تخين قوي دوت، تخين قوي معرفش منه في البلاد التانية ولا لأ، ده ب 180 الباون، اللي هو اللي أنا كنت بقول عليه النعناع دوت، مش النعناع، المية هتشتغل، هو أساسا مبلول وتلج لي يديا. وفي هنا كيل، معرفش الكيل بالعربي بس ده ب 150. وفي كيل إيطالي ب 2 دولار، السلق بتاع القلقاس هو ده. وفي منه احمر او بنفسجي دوت، وفي حاجه اسمها ريد تشارد ب 2.5، مش عارفه ده ايه برضو بصراحه، ورينبو تشارد الوانات كتير من التشارد ب 2.5 برضو، ودوت كولورد جرينز مش عارفها برضو، بس حاجات كتير ب 2.5 هنا. وانا كنت بقول لهم الكزبره واختها، اختها اسمها ايه، كزبره وتانيه كزبره وبقدونس عشان يعني ما تتلخبطوش، ودوت اسمه ايه عشان نسيت اسمه، الاحمر ده، ده مش ليفت، فيجل، هو ده الفيجل اللي كنت بقول لكم عليه. وهو ده الحته الصغيره اللي عندهم اللي حاطين فيها الحاجات الاورجانيك. في تاني موريني، موريني المهم هو ده هيبقى اخر الفيديو، بس حبيت اعرفكم قبل ما انهي الفيديو ان في حاجات تستاهل انك تدفعي فيها، او في حاجات ان الفرق ما بينها وما بين المش اورجانيك بيبقى فرق قروش او كام قرش، يعني مش حاجات كتير قوي. فانا شايفه ان لو الفرق مش كتير وانتوا عايزين الصحي والاورجانيك تجيبوا الاورجانيك، انما في حاجات تبقى فعلا غاليه جدا، زي مثلا اهو الكيس الجزر اللي انا كنت بقول لكم عليه دوت العادي المش اورجانيك ب 129، الاورجانيك هناك كان ب 170، يعني فرق 50 قرش او كده. فانا افضل ان تجيبوا الاورجانيك، انما الحاجات اللي غاليه اوفر قوي هي الستات والدولارات، عشان ما يفكروش قروش مصر، عشان انت برضو في الفيديو اللي فات بتقولي مش عارفه ايه كده ب 50 قرش ما اعرفش ايه، هي سنتات، هي تقصد سنتات او الدولار، او بتقولي بجنيه، زي احنا متعودين بنقول على القروش
على السنتات بنقول قروش او الدولار بنقول جنيه. انا مش فاهمه هي بتقول ايه، بس انتوا فهمتوا فهمتوا. المهم ان في حاجات بتبقى اوفر قوي، فديت مش مهم تجيبوها، او لو انتوا عايزين تصرفوا الفلوس دي وتجيبوا الحاجات اللي غاليه قوي وتبقوا مطمنين بصحتكم اتفضلوا. واتمنى ان الفيديو، ما انا كنت اقول كده، بس اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد من عندنا، وادونا لايك واكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الحاجات دي، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.